السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني ومتابعاتي في كل مكان، مساكم الله بالخير والله يوفقنا وإياكم، وأتمنى لكم بالفعل يعني حياة سعيدة وأمنيات تتحقق بإذن الله. اليوم نحن على وشك يعني أنتم تستمعون اليوم إلى الأخبار الواردة إلينا وإليكم بشأن سد النهضة وآخر التطورات الحاصلة فيه. سد النهضة اليوم يعني يواجه تحديات عميقة جدا، تحديات كبيرة، ولكننا قادرون على أن نؤكد بإذن الله على أن إثيوبيا هي على أتم الاستعداد، وهي كفء وهي يعني جديرة بهذه الانتصارات في هذه التحديات التي ستحققها بإذن الله في هذا المشروع الإثيوبي العظيم الذي بناه الإثيوبي بعرق جبينهم، واجتهدوا وحلموا حتى تحقق هذا الحلم وأصبح واقعيا بفضل الله تعالى ثم بإرادة هذا الشعب الإثيوبي الذي نجله جميعا. أيها الإخوة، كنت يوم أمس في إحدى القنوات العربية المعارضة لمصر، كنت ضيف في هذه الحلقة أتحدث. طبعا هناك يعني أحد الإعلاميين وهو معروف، أنا ما سويت هذا الفيديو على فكرة عشانه، لكن حبيت أوضح نقطة مهمة هو كان يقولها ويرددها يوم أمس في حلقة الأمس. كان يقول يعني شتم الرئيس المصري وتحدث عنه بسوء، ثم بعد ذلك قال لكن أمام محمد عروسي مصر والرئيس المصري هو الذي سمح لنا ولإثيوبيا ولبلادنا أن يتحدثوا عن سد النهضة. شوفوا هذه الجرأة، شوفوا هذا التطاول. يعني واحد جالس يتكلم يقول لك نحن اللي سمحنا لك تتكلم، إذا إثيوبيا ما أخذت اعترافك، أنت من زمان تردد يعني في برامجك وفي لقاءاتك إنه إثيوبيا اعترفت وإثيوبيا شو اسمه إن مصر اعترفت وإنه مصر لم تعترف. يا أخي إثيوبيا ما قاعدة تنتظر منكم اتفاق أو ما تنتظر منكم اعتراف. يعني إثيوبيا دولة ذات سيادة مستقلة، وعليك أن تعي أنت ومن خلفك أن تعوا جيدا بأن إثيوبيا دولة ذات سيادة ولن تنتظر أن تأخذ هذه الاعترافات التي تذكرها. ثم اعلم بأن الصحفيون والإعلاميون والإثيوبيون هم وطنيون وعلى قلب رجل واحد، لا ينتظرون فلان وعلان أن يصرح لهم بأن يتحدثوا. نحن هنا نتحدث لندافع عن بلادنا، فعليك أن تعي ذلك جيدا أنت والذين هم من خلفك. هذا أمر. الأمر الآخر، عندما تتهم محمد العروسي بالكذب وأنه لا يدري شيئا، أنا طبعا لا أريد أن حتى لا يقولي الإخوة بأنك جبان يعني رددت على فلان الفلاني بعد انتهاء الحلقة، لا أنا مش عشان أرد عليك، لكن أحب أوضح لك نقطة مهمة أتمنى أنك تأخذها بعين الاعتبار. لازم يعني أنت تأخذ لك يعني معلوماتك من مصادر موثوقة، ما تأخذ لي من مصادر مضروبة وتأخذ لي من مصادر أبو قرشين عشان تجي تتكلم وتقول إنه والله إنه حصل في المفاوضات كذا وإنه مصر طالبت وما طالبت. أنت ما تدري عن شيء، ترى مع احترامي لك أنت ما تعرف إيش اللي حاصل. شوف وفدك يوم يتكلم ويقول أنا أبغى أدير السد، إن هذا السد سد النهضة تبغى تديره مصر، لا تحلموا بهذا الأمر، لأن هذا الأمر يقرر فيه الإثيوبيون، لا يقرر في هذا الأمر إلا الشعب الإثيوبي وفخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد علي، وهو اليوم الذي يتولى هذه القضية ويتحكم في هذه القضية بناء على رغبة الشعب الإثيوبي حتى يحقق تطلعات هذا الشعب. فلأجل ذلك عندما تتهم الآخرين بالكذب عليك أولا أن تبرز الحقيقة، ما هي الحقيقة التي تؤمن بها، وأنت يعني مثل ما يذكرون بأنك أقدم صحفي مصري متابع لهذه القضية من أولها وفي كافة مراحلها. أخبرنا بالحقيقة بدلا من هذه الخطابات الشعبوية التي ترددها. مسألة الكتائب الإلكترونية التي ذكرتها لك أنا يوم أمس، أنا متأكد من هذا الكلام، هذا ليس اتهاما جزافا كما تفعل أنت ومن معك من خلال تشويه الموضوع.
يحدثون بأنهم يقومون بشن هجمات عليكم. أنت الذي حضرتني، أليس كذلك؟ أنت الذي حضرتني في تويتر عندما كشفت للمتابعين ما تقوم به من مغالطات في صفحتك، تحرض من خلالها على الشعب الإثيوبي وتنتقص منه عندما تقول إيه الناس دي عايزة إيه. هذا الكلام، هذه اللهجة كلها لن تلقى قبولا في أثيوبيا، لأن الإثيوبيون قادرون على ردع كل من يتطاول في حقهم. ليست كما ذكرت لك من ذي قبل، ليست على قارعة الطريق حتى يختطفها كل من هب ودب. هذا أمر. الأمر الآخر، عندما تتحدث عن مسألة أنك يعني تعرف المهندس الذي يعني أتمنى أن تتحدث بالحقيقة عندما تقول بأنه قتل، مدير مشروع سد النهضة السابق الفقيد الإثيوبي البطل الإثيوبي، أنت تقول بأنك على علاقة معه وعلى علاقة مع بعض المسؤولين لدينا في إثيوبيا، فلأجل ذلك عليك يا أيها الإعلامي المحترف المحنك أن تكون أكثر موضوعية في طرحك. لا تظن ما تكمم الأفواه بأنك تمنع امتلاء سد النهضة، لا تظن بأنك عندما تحرض، يعني إثيوبيا ما انتظرت هذه المهاترات الإعلامية التي تمارسها أنت وأصحابك حتى تبني سد النهضة. إثيوبيا تجاوزت هذه المرحلة منذ قبل، واليوم هي تحصد نتاج ما قامت به لترى كيف هي العزيمة الإثيوبية التي تنتصر دائما، التي ترفع رايات الشموخ دائما ولا ترضى لشعبها أن يتضعضع أمام الإرادات الخارجية أو تتزعزع إراداته أمام هذه الإرادات التي تفرض أو تحاول أن تفرض هذه الأجندة. لأشقائنا في مصر كل التقدير والاحترام، ونحن نقولها بملء أفواهنا وليس كما تقوله أنت والذين من الشعبويين والدكتاتوريين الذين يحاولون أن يشوهوا الموقف الإثيوبي. انصح زميلك وصاحبكم نادر نور الدين وغيره من هؤلاء المتعجرفين الذين لا يعرفون إلا هذه اللغات العدوانية التي تقف ولا تليق بأناس قد بلغوا من العمر، يعني قد بلغوا من الكبر عتية، وعليهم علي جميعا وأنت معهم أن تعلموا بأن لإثيوبيا حقها في التنمية. اقرأ عن تاريخ إثيوبيا وما فعلته بلادك إثيوبيا وما أرادته بلادكم لإثيوبيا. شاهد هذه الاتفاقيات التي تتغنى بها دائما، اقرأ بنودها يا أخي، اقرأ بنودها لتعرف الحقيقة. نحن لا لم نتصادم في يوم من الأيام أو حاولنا أن نتصادم مع الشعب المصري، نكن له كل تقدير واحترام. لماذا نكره أشقاء تجمعنا بهم أواصر القربة والدين والنسب؟ نحن نعلم بأنهم أشقاؤنا ولا ذنب لهم فيما يحصل، ولكن رسالتنا هذه وغيرها من الرسائل التي ترد من الإعلاميين الإثيوبيين فإنها مجرد رسالة لتوضيح الموقف الإثيوبي بأن الإثيوبيون هدفهم من سد النهضة إنما هو تنمية شعبهم وليس الإضرار بأحد كما تصوره أنت، وكما تحاول أن تحقق بعض المكاسب من خلال عدائك مع الحكومة المصرية. هذه العداءات وهذه الأمور تصفية الحسابات لا تعنينا بشيء، روحوا شوفوا في شغلكم يعني في مكان ثاني، يعني نحن ما لنا علاقة فيكم. سواء نادر نور الدين وهو لسان يعني متحدث باسم الحكومة المصرية أو غيره من هذه الأصوات التي تحاول أن تتسلق على الأكتاف الإثيوبية بهذه الطريقة المفضوحة المكشوفة التي نحن بإذن الله يعني قد تجاوزناها من ذي قبل، واليوم نحقق هذه الإنجازات بهذه الطريقة التي تبهر العالم. أنتم اليوم تشيعون في العالم بأن إثيوبيا قد ملأت السد وأنه لا خيار سوى الحرب. طبعا أنا أتحدث هنا عن هذا الشخص المدعو نادر نور الدين، الدكتور نادر نور. هذا الأمر الذي يتحدث عنه وهو يدعو دعوة صريحة إلى الحرب،
هو لا يخدم القضية على الإطلاق، وهو يعني إنما هو زيادة في خسارة الرصيد المتبقي لدى الأشقاء في جمهورية مصر حتى يبرزوا هذه الأصوات الهمجية التي لا نعترف بها للأسف الشديد، ولا يعني لا تحرك شعرة في العزيمة الإثيوبية، ولا تزعزع الإرادة الإثيوبية مثقال ذرة. أيها الأخوة، إن شاء الله سيترجم الأستاذ جمال اللقاء الذي كان يوم أمس. طبعا أنا هنا لأتحدث وأقول بأن سد النهضة بإذن الله سيكتمل، طالما أن خلفه أبطال، خلفه شجعان حملوا الأمانة بكل جدارة، حتى رأينا اليوم نتاج جهود شعبنا وأموال شعبنا وتوفيق الله من قبل ذلك، ونحن نرى هذا المشروع الإثيوبي والذي يعني ربما يفرح كثيرا، بل هو مؤكد أن يفرح الكثيرين من أصدقاء إثيوبيا والذين يتمنون لإثيوبيا كل خير، ويتمنون أن يرونها شامخة عزيزة مزدهرة تنعم بخيراتها وتنعم بما حباها الله عز وجل من هذه الخيرات في مياه النيل. لمن يقول بأن إثيوبيا، وبعض وسائل الإعلام التي روجت بأن إثيوبيا قد ملأت السد، ومن بينهم الإعلامي مصطفى عاشور الذي ذكر يعني جاب خريطة كذا وقال إنه والله إثيوبيا ملأت السد وشوفوا، وإنه يعني تحريض مباشر. أنا أعرف هذه اللغة، وكل يعني ما تخفى عليكم هذه اللغة العدوانية التي تحرض على الدولة الإثيوبية وتحرض على الإثيوبيين. يا سيد الكريم ويا سادة يا كرام، تأكدوا تماما بأن إثيوبيا لو أرادت أن تملأ السد فكما صارحتكم ببناء السد، أتخشى أن تصارحكم بموعد ملئه؟ يعني هل تتوقعون أن إثيوبيا هذه التي صمدت حتى أنشأت سد النهضة ورأيتموه كيف هو شامخ اليوم، تتوقعون أنها ستخفي مسألة تعبئة الخزان؟ من المحال ذلك. يعني في إثيوبيا لن تنتظر يعني الأقمار الصناعية المزيفة، الصور القديمة أو الصور الحديثة لجوجل إيرث أو لهذه للإحداثيات هذه حتى تكذب أو تنفي هذا الخبر. طبعا نعم، هي نفت يوم أمس مثل ما علمتم بمسألة ملأ السد، مسألة ملأ السد. على كل حال، أنا أتحدث وأقول بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو التفاوض. ما معنى التفاوض يا حبيبنا أستاذ مصطفى؟ ما معنى التفاوض؟ معنى التفاوض أن تأتي وتطرح وجهات نظرك وأنا أطرح وجهات نظري. أنت لا تأتي لي وتقول افعلي كذا يا إثيوبيا. من المحال أن تقبل يعني إثيوبيا منك أو من غيرك يعني ما تفعله وما لا تفعله. إثيوبيا دولة ذات سيادة مستقلة، ألا تفهم ذلك؟ إذا لم تفهم ذلك فدع يعني دع الواقع الذي تشاهده في هذه المرحلة وغيرها من المراحل التي سبقت تعلمك ذلك وتشرح لك وتوضح لك بأن إثيوبيا دولة ذات سيادة مستقلة ولها الحق الكامل الأصيل في أن تفعل ما تريده في حدودها المائية وفي كافة حدودها وفي كل ربوع إثيوبيا. عليكم أن تأتوا إلى هذه المفاوضات أيها الأشقاء في مصر، والله هذه رسالة من القلب، والله لا نضمر لكم في إثيوبيا شرا، نحن نحاول أن نقارب بين وجهات النظر في دول الجوار، نحن نصالح بين الأشقاء في دول الجوار، نحن نصدر السلام إلى الأمم الإفريقية، ورأيتم ذلك كيف أن هذا الأمر يعني تحقق في خلال الفترة الماضية التي رأيتموها. منذ متى كانت إثيوبيا تكره أحدا؟ منذ متى كانت إثيوبيا تعتدي على حقوق أحد؟ إثيوبيا فقط تريد حقها الأصيل في مياه النيل ومن خلال إنشاء مشروع سد النهضة. ثم أنتم تقولون إذا تم ملء خزان سد النهضة فإنه سيتعرض المصريون للخطر والعطش ومن هذه الأسطوانات المشروخة التي اكتشف العالم بطلانها وفسادها وكسادها، تقولون بأن هذا التعبئة الأولية ستعطش الشعب المصري، ستنقص من حصة مصر. إذن كيف إثيوبيا بدأت بملء الخزان ولم يعطش أحد؟ وكيف أصلا إثيوبيا تقيم مشروع
يعطش المصريين والسودانيين كما تقولون أنتم. يعني السودانيين يقولون إنه السودانيين يقولون بأن هذا السد له فوائد عليهم، لكن أنتم تقولون بخلاف ذلك. ربما يعني تريدون أن تصوروا أنفسكم بأنكم، نعم، وأنتم تصورون بأن يعني أنه تحاولون التحدث باسم السودان، وتحاولون أن تصوروا بأنكم الأدرى بمصالح السودان أكثر منهم. فإذا ما كان الموقف السوداني لم يعجبكم شنيتم هجومكم على السودان، وإذا ما وافق موقف السودان بعض هللتم ومجدتم وسبحتم باسم السودان. ما هكذا تدار السياسة، وما هكذا تدار الأمور. هذه فوضى سياسية. يا أخي الكريم، تعلم بأن السودان يتحدث عن نفسه. سمعتم في يوم من الأيام أحد إعلاميين أو الإعلاميين الإثيوبيين أو الحكومة الإثيوبية تتحدث باسم السودان، رغم أن كثيرا من المواقف، بل ربما أغلب الموقف السوداني في صالح إثيوبيا ومع الموقف الإثيوبي. لكن هل سمعتم بأن الإثيوبيون يوما ما قد قالوا بأن السودان يقف إلى صفه وأنهم يعولون على موقف السودان؟ لا يا سيدي، السودان دولة شقيقة، ولا ننسى لها هذا الفضل من خلال رسختها مع الأشقاء في إثيوبيا، أشقائها في إثيوبيا. هذه عدت لعشرات السنين، بل ربما يعني أكثر من ذلك، عاما بعد عام ولحظة بعد لحظة. مفاوضات قد نختلف عليها وقد نتفق عليها، هذا الأمر لا مشكلة في ذلك، يعني في هذا الأمر لا مشكلة. ولكن المشكلة في عندما تنتحر عن السودان، وأنك الذي تخشى على السودان من الخطر والغرق وانهيار السدود. أولا تعلم بأن موقف السودان ينحصر في مسألة، يعني تخوف السودان من سد النهضة في مسألة واحدة، مسألة تبادل البيانات. مسألة تبادل البيانات بين سد النهضة والسدود السودانية التي تقع خلف السد. هذه المشكلة تغلبوا عليها. يعني تحدثوا وقالوا بأنه يعني ربما تغلبوا عليها إلى حد ما. يعني مسألة السودان التخوف في هذه المسألة، فلماذا تقحمون التي تصدرونها؟ علينا أن نراجع مواقفنا جميعا، ونتوقف بعض الأطراف من احتقار الكيان الإفريقي، المفوضية الاتحاد الإفريقي، ولتعلموا بأن الأفارقة قادرون على اجتياز هذه المشاكل كما اجتازوها من ذي قبل. لا تأتيني بترهات لتقول لي إنه مصر يعني هي التي أنشأت الاتحاد الإفريقي ولأجل ذلك لم تحتقره. وأنها أنت بالبارحة أتحدث هنا للإعلامي، نفس الإعلامي الذي كان معي يوم أمس، أقول له أنت تعلم بأن القاهرة يعني لجأت إلى المنظمات الدولية للتحريض ضد إثيوبيا، ومع ذلك عادت إلى الاتحاد الإفريقي، ولكن متحدثوكم ينتقصون، وأنت منهم يوم أمس. يعني أنت كنت تتحدث وتقول بأنه هو ولي أمرنا، الاتحاد الإفريقي ولي أمر مصر، هو ربنا، أنت اللي بتقول كذا، واستغفر الله العظيم. أنت تقول بأن يعني تحتقر الاتحاد الإفريقي. عليك أن تعلم بأنك عضو، وبلادك عضو في هذا الاتحاد الذي يجمع الكل. إن اتهمته فاتهمه صراحة. أنت ضيوفك حتى يعني في البرامج التي تقدمها، بعض البرامج التي تقدمها تستضيف الضيوف الذين يحرضون على إثيوبيا، كأنك بذلك يعني توقف سد النهضة وتحاول تشتيت أذهان الأطراف الإثيوبية التي تتحدث وتدافع عن قضيتها الدكتاتورية وتكميم الأفواه التي تمارسها أنت. لن يوقف ملء خزان سد النهضة، كما أن ذلك لم يكن وما كان قد أوقف إنشاء سد النهضة الذي نراه اليوم قد تحقق على أرض الواقع. لننتظر ونحتفل بإذن الله سويا، وأنا والله أتمنى يعني أن الأشقاء في القاهرة يعني يشاركوا إثيوبيا هذه الفرحة،
ويروا بأم عيونهم بأن مسألة الإضرار بهم مجرد أكذوبة بلغت الآفاق وصدقها للأسف من صدقها حتى من نلتمس لهم عذرا، لأنه يعني ربما يكون الخطأ علينا في مرحلة ما بأننا لم نوضح الصورة للأشقاء في مصر لضعف المنظومة الإعلامية لدينا في فترات سابقة، والذي تداركناه بفضل الله في هذه المرحلة التي لا أسميها الحرجة ولكن التي تشهد العديد من التحديات والتي سنتجاوزها بإذن الله معا. وعاشت إثيوبيا شامخة عزيزة بإذن الله وفضله وتوفيقه تحت ما يرضي الله عز وجل، متآلفين متآخين قائنا في دول الجوار وفي غيرها. لن تجد من إثيوبيا بإذن الله سوى السلام والاستقرار، سوى المودة التي تبادل بها الأشقاء، ولا تعول على ما تذكرونه يعني من للأسف من مغالطات تحاولون بها تشتيت الشعب الإثيوبي عن قضيته الأساسية، عن رسالته الأساسية السامية، وهي تنمية الشعب الإثيوبي بهذا المشروع الذي نشهد اليوم اكتماله بإذن الله، وهو يحقق الخطوات الأولى في اكتمال هذا المشروع، والذي نتمنى أن يعود بالنفع كما هو مقرر له بإذن الله لإثيوبيا ولدول الجوار. عاشت إثيوبيا شامخة عزيزة لا تضعضع رأسها ولا تزعزع عزيمتها أمام أحد إلا لله خالقها، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.